خدو الثلاثي عضوة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. اليوم لازلنا نعيش أزمة التعليم في المجتمع المغربي التي استمرت منذ أكثر من 3 شهور. زمن دراسي ضائع وتلاميذ خارج فصولهم. كان هنالك حوار مع النقابات ولكن هذا الحوار لم ينجح في إعادة المدرسين إلى فصولهم. أكثر من ذلك هنالك اليوم تصعيد بتوقيف مجموعة المدرسين. وهنا كنطرح السؤال، عندما نريد استدراك الزمن المدرسي فمن الذي سيقوم بتنزيل هذا الإدراك وسط هذه القرارات التي تأتي اليوم؟ الزمن الدراسي اليوم صعب جدا استدراكه لأنه ليس مجرد إتمام مقررات ولكنه أيضا اهتمام بالتلاميذ والأطفال الذين لم يكونوا في عطلة طبيعية ولكنهم في الحقيقة كانوا في زمن توتر وهلع وخوف شديد. ملاحظ أن الحكومة استهترت بمجال التعليم في البداية ولم تنطلق مباشرة في جلسات الحوار إلا بعد أن اشتدت وطأة الشارع المغربي سواء من طرف النقابات أو خصوصا من طرف التنسيقيات. اليوم والوزارة تضع مخططا لاستدراك الزمن المدرسي. أعتقد أنه يجب أن تعترف الوزارة اليوم وأن يعترف وزير التعليم بأن هنالك فشلا في إدارة وتدبير هذا الملف وفي التجارب الديمقراطية العريقة. عندما يفشل وزير في تنزيل الإصلاح أو في الحوار فإنه يكون مطلوب منه أن يتنحى عن القطاع. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.